نحن شيوخ القبائل الصحراوية المغربية المتحدلوية بجهة العيون الساقية الحمراء، اجتمعنا اليوم بعد الاستحقاقات، بعد ما استكملت استحقاقات 8 شتنبر 2021، تم تدارس هذه الاستحقاقات والمشاركة القوية التي شاركها سكان الأقاليم الجنوبية، وتوصلنا للنتيجة على أن نرفع برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس الله ينصره في هذا الموضوع، اللي أكدنا من خلال هذه البرقية على أن هذه المشاركة القوية المتينة الكبيرة في الانتخابات هي بالنسبة لنا هي بمثابة استفتاء حقيقي لهذه المنطقة على مغربية الصحراء. كذلك بغينا نبين للعالم أجمع على أننا رقم كيد الكائدين ورقم كيد الأعداء على أن تمت المشاركة وتم انتخاب الصحراويين لتدبير الشأن المحلي، وهذا بغينا نقوله للصديق ونقوله حتى العدو على أننا نحن جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، وارتباطنا هو ارتباط تاريخي معروف، واليوم نحن نؤكده من خلال هذه الاستحقاقات، ونؤكد على السير قدما على الدفاع على الوحدة الترابية. اجتمعنا من أجل تأكيد أولا على مغربية الصحراء، والتأكيد على أن ذا اللي قالت أوروبا في جانبنا ولا في جانب المغرب، لأن احنا جزء لا يتجزأ من المغرب، والصحراء اللي يتوزعها أوروبا ولا توزعها الجزائر ما احنا قابلينها، احنا قابلين عن الصحراء مغربية، هذوك أخوتنا وأولاد عمنا وباقيين فينا وشين عندنا المعدل لهم، ولأنهم قابلتهم الجزائر إلا بغات الجزائر تعرف عنهم صحراويين حقيقيين مغاربة تفتح حزام، تفتح الطريق سيدنا الله ينصره ويعزه، ما دلهم يدو لفتح الحدود، هو يفتحوا الحدود إلى عدو للجزائريين وعدو دور دولة لا يبقى، عدو مقاربة صحراويين يدوروا يشوفوا هذا اللي يوقع شنو، هذا هو الاستفتاء الحقيقي. وإحنا كلمتنا قلناها 75، قلنا عنا مبايعين العرش العلوي المجي ولهن تموا مبايعين، وكلمتنا اللي قلنا في 75 لا رجعت فيها، ومجدينها اليوم على أثر هاي الانتخابات الاحتقاقات اللي وقعت اللي ساهمت فيها للصحراء بأعلى درجة، ما وقع في الجزائر ولا وقع في موريتانيا، إذا الانتخابات اللي وقعت هون ما قد وقعت من الديمقراطية وشاركوا الصحراويين 76%، إلما عدت نقول لك 90% مشاركين ومساهمين وطلعوا فيها أولادنا الصحراويين يمثلونا سياسيا، ويمثل غير احنا الممثلين الشرعيين الحقيقيين اللي لا ننتخبوا ولا نتبدلوا، احنا هم الممثلين الشرعيين وقايلين كلمتنا، عن كلمتنا الوحيده اللي هي ترضينا وموافقتنا هي الحكم الذاتي هو اللي مأيدي، الافكار الثانيه والسياسات الزائفه والكذوب ما لنا مأيدين القرار الأمم المتحدة في قضية سميته الحكم الذاتي، مأيدينه 100%. واليوم الله نقوله عنا رانا بايعين من عند الحسن الأول إلى عند محمد السادس، بايعوا باتنا سابقنا وإحنا بايعين محمد السادس بظواهرنا من عنده وبوصيمتنا من عنده محمد السادس، احنا لا رعايا لو فيها ورانا في ذي المنطقة منطقة مغربية. ندور نبرهن من العالم عن أهل المنطقة الصحراوية عن وراء مشارك في الانتخابات، لا الدعاية المسمومة ما يتحدي صنات لها ياك فهمتوا، وحنا مثبتين بالعرش العلوي المجيد كيف خلاو نباتنا وجدودنا وواينا ياك فهمتوا، وحنا ماشيين ذاك اللي خلاونا لوايل الرابط اللي تربطنا مع الملوك العلويين
ونتمنى ان شاء الله هذه المشكله تتوفى بصفه نهائيه، اللي هي مشكله الصحراء المغربيه اللي بالنسبه لنا احنا عن وفاه ما يزيد عليه 55 عام، ولكن يرجعون اولادنا اللي في المخيمات ويعرفوا عنه ذا اللي عايش اذا اللي ينقال لهم راهو لا الكذب يفوتوا عن ذا اللي سيرهم فم واللي يحكم عليهم فم عنه ما يبقى في مغيهم مصلحتهم. راه الحمد لله انتخابات، شوفوا شكون في البلديه، شوفوا شكون في الجهه، وشوفوا شكون المجلس الاقليمي وفي القرويات وفي الجامعات وفي البرلمان في الغالب الجنوبيه الا ابناء المنطقه الحقيقيين الاصليين اللي تعرفوا. نثمنوا بشكل عالي النتائج اللي حصلنا عليها في الاقاليم الصحراويه مؤخرا، نسبه المشاركه المرتفعه اللي كانت بمثابه جواب على مجموعه من الترهات وعلى مجموعه من الاكاذيب التضليليه اللي ناكدوا عليه هنا كشيوخ قبائل، بان تمثيليه القبائل الاصليه هي بيد الشيوخ وتمثيليه الساكنه بشكل عام هي بيد المنتخبين اللي تخطوا من خلال انتخابات حره عادله ونزيهه. انتخابات اللي اكدت العالم باسره والمراقبين الدوليين اللي كانوا حاضرين على انها اكبر دليل على تمسك اهل الصحراء بالمملكة الشريفة.